سلام فافيز، ان شاء الله راكم كاع بخير. جيتكم منتوج جديد كيما عودتكم كي العاده، يعني ندير لكم منتوجات تجاريه. منتوج تاع اليوم سبيسيال، هذا منتوج شاور، يقولوا لهم شاور ستيمرز، يعني تحطوهم في الشاور هكذا وتخلوهم اون سايد، يعني في لادوش تحطوهم. كي تحطوهم اون سايد هذاك الماء تاع الشاور والبخار تاع اللي يكون في الباتروم، في البات ولا في الشاور، يقعد يطلق هذيك الريحه تاع المنتل، يعني ريحه النعناع كيما الفيك. سورتو اللي يكون عندهم يعني تكون عندكم لا غريب ولا بعيد الشر عليكم، الا كانت عندكم الفلو ولا زكام ولا يعني ضيق في التنفس، ننصحكم باش تستعملوا هذا الشاور ستيمرز. كان عندكم نيفكم مسدود باغ اكزومبل، تاني كيما الفيك بكري، الفيك كانوا يستعملوه يرابيوه على السكين، نعرفوا احنا بكري، مي دوكا يعني طوروا ولاو يخدموا هكذا باش ما يروحش للسكين. هذا المنتوج ما يتوشيش السكين، يقعد اون سايد وبك تشموه، يعني تقعد يتبخر هكذا. مام لي ما عندوش البات يعني نو اكسكيوز، مام لي ما عندوش لابينوار يقدر يستعملوه في الشاور، يعني لا دوش نورمال تحطوه وتستعملوه. Also تقدروا تخدموها كمنتوج تجاري وتبيعوه بإذن الله، يعني برك نتوما تكون عندكم لي زيدي تطوروه ديروه دي كولور ديفيرون. وانا اليوم عطيتكم فيو ايديز كيفاش يعني تبيعوه ولا توريوه للزبائنكم. نا باغ اكزومبل تحطوا معاه هكذا يعني لوفا ولا حبل، درت هنا في الباكيج تاعي، تقدروا تبيعوهم اون تخوا، تقدروا تبيعوا وحده برك، تقدروا تبيعوا زوج. ننصحكم باش تحطوا الكارد ديالكم ان كيس يعني الكلاينت يتبحر له الديتيلز تاعو باش يصيبكم، يعني في هذا الكارد يصيب الديتيلز تاعكم. سو اتس هاندي تحطوا له الكارد، ممكن يعني تكتبوا لهم هنا ديروا لهم ديسكاونت نيكست تايم باش يرجعوا ديروا لهم 10% ديسكاونت الى عاودوا ولاو ليكم. سو هذيك فكره يعني باش تبداو ان شاء الله. هنا تحبوا تبيعوهم انديفيديولي، تحطوهم في بوكسز هكذا يعني علب هكذا لداخل، وهذه از جيفت، وهنا تحبوا يعني از جيفت بوكس هذا ما تمدوه نتوما كومين كادو. هنايا تقدروا تبيعوهم اني سبا للحمام، يعني نتوما تاكسبوزيو كيما قلت لكم من المنتوج تاعكم وتمدوه كيما نتوما تطوروا من الافكار تاعكم وتبدعوا فيه. هنا تبيعوه للسباز هكذا، تعطيهم منهم دي باك هكذا وتحطوهم عندهم. هادو كانت غير اقتراحات تاع نهار اليوم. ما تنساوش ديروا لايك شير تاغ الى خدمتوا هذا المنتوج، بليز تاغ مي اون يور انستغرام باش انا تاني نعاود نتاغيكم في ستوري تاعي. If you have any comment any suggestions تقدروا تتصلوا بيا على الانستغرام ولا من تحت تحطوا الكومنت. روحوا معايا نشاهدوا كيفية يعني عمل هذا المنتوج الرائع. ننصحكم يعني باش تجربوه، يعني ما تندموش عليه، سوقتو في زمان الشتاء ولا اللي عنده ضيق في التنفس الشتاء، ننصحكم تستعملوا هذا المنتوج. سو يلا معايا تشوفوا كيفاش نخدموه. بليز ليديز واتش ذا فيديو حتى الاخر باسكو فيه دي زاستوس، سو يو هاف تو واتش ذا فيديو انتل ذا اند. غو فافيز كيما شفتوا هنايا راني وجدت لي زانغرونديا تاعنا كل المكونات والمجرمنت حنحطه لكم في صندوق الوصف، واللي يحب يشريهم من امازون راني نحط لكم اللينكس داون بيلو از واو. واللي عايشين يعني برا اليو كي ولا اليوروب بليز شوفوهم عبر الفيسبوك اللي يبيعوا يعني المواد الاوليه ولا اللي يبيعوا دوزان الصابون. اوسو الكيميست عندهم سام ستاف يعني في الفارماسيا ولا تلقاو هاد لي زانغرونديا.
هل المنتوج تاعنا غير صالح للاطفال تحت 12 سنه؟ ما تقدروش تستعملوهم وما يدخلش في الدوش، هذا ما نقدروش نديروا به الباف. هادو ستيمرز يتحطوا اون سايد نوت، يعني حطوهم في لو كوان باش ما يكونش الزليق تزلقوا، ولا وحده هكذايا كي يكونوا الدوشو، ولا هذاك الستيمر يدير لكم لا فابور يساعدكم في التنفس. So the first ingredient هو baking soda، يعني تلقاوها في كل مكان، baking soda ولا بيكربونات الصوديوم. هنا عندي الكلاي مع الكونستراكت، هي فرينة الذرة، والكلاي هو شغل عطانا بالعربي، يعني نحوس عليه ونحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. تقدروا ما ديروش، ما تخلطوش الكلاي مع هذه فرينة الذرة، تقدروا ديروها كاع فرينة تاع الذرة. وصا عندنا سيتريك اسيد، وعندنا المنثو كريستوز ولا هذاك كريستال تاع النعناع، شوفوا كيفاش يجي من الريحه تاعو منعشه، يعني واش نحكي لكم. هنايا عندنا مينت اسينشال اويل، وعندنا التي تري اويو. انا عندي حنزيد له شويه تاع زيت الليمون على جل الريحه. وعندي هذا بولي سوربيت 80، هذا يعني لو كنت تحصلوا عليه ويل بي جريت. هذا ينشف الزيوت، ما يخليش البلاصه تكون سليبري، ولا حد ديروه منتوج تجاري ننصحكم تتحصلوا على هذا الانجريدينت باش يكون منتوج تاعكم كواليتي. هنا اولسو حنستعمل جريب سيد اويو، انا تعمدت نستعمل هذا الاويو باسكو ينشف. مين توما الى حد ديروه منتوج تجاري وتبداو ما عندكمش البيجي تاعكم قليله، تقدروا تستعملوا سان فلاور اويل، ماشي مشروط هذا الاويل باش تبداو به، باسكو ماهوش حيستعمل في البودي، يعني اني اويل باش بكلموه. also وانا حنستعمل ويتش هيزو، مينتو ما تقدروا تستعملوا الماء المقطر، هذا تاني شغل ينشف الستيمرز تاعنا، حنا نحبوهم يجوا ناشفين بزاف. وهنا خيرت المايكا كالر، نستعمل هذا الكالر، نتوما تقدروا تستعملوا، يعني نتوما تبدعوا في المنتوج تاعكم، ديروا اني شيب اني كالر. وحبيت نقول لكم هذا المنتوج لا راح يكون يعني تستعملوه لروحكم، تقدروا ديروا فود كالرين، يعني الوان تاع الماكله، مي ولا حيكون منتوج تجاري ننصحكم تستعملوا المايكا كالرز باش كي تبيعوه للكلاينت قولوا لي واي بيكوز الكلاينت ماهوش حاب يشوف لي كولا في الشاور تاعو ولا يدبغلو الشاور. سو فو مي نستعملوا كواليتي برودكت كيما عودتكم. It's not about money at the beginning, it's about client يروح ويعاود يولي ليكم. اوكي ليديز، هيا نبداو على بركة الله. هذه very very easy peasy lemon squeezy. نبداو بالليكويدز، دوك تشوفوا علاش نبداو بالليكويدز. انا ندير 43 غرام نتاع الاويو، المجرمنت كاع نحطه لكم في صندوق الوصف. هذايا جريب سيد اويل ولا اني اويل تحبوا ديروه، نديرو يسخن باش نحط فيه المنتو كريستوز. ليديز نزيدو المنتو كريستول لل سخنتو هنا 10 سكند في المايكروويف وجبتو باش نحط هادو المنتو كريستول نزيدوهو. doesn't take long. واحد الريحة ما نحكي لكمش، واو. هنايا نزيدو اوكي، هنا نزيدو البولي سوربيت 80، نزيدو 113. ليديز بليز واتش ذا فيديو حتى للان باش تشوفوا كاع تريكس كاع ستيبس، كوز لو كانت سكيبي وتروح لكم حاجه راح تخسروا لي زانغرونديان والمنتوج تاعكم ما يخرجش مليح. بليز دون بلايم مي، جوش تقولوا لي ماشي مليح ولا لازم تتبعوا الفيديو، وصو باش تدعموا القناه باش ان شاء الله ان فيوتشر نمد بقوه. وصو بليز ليديز ولا تخدموا لي برودوي ولا تاغ مي اون يور انستغرام باش نتاغيكم باك، نديركم في البيج ديالي.
نغطوهم مليح ونحطوهم on the side. Before we start, please عندي فتحت Facebook group. If you can join me on my Facebook group, اللي عنده question, يعني من بيناتكم توما البنات سورتو اللي مهتمين في هذا المجال مدابية, يعني درت هذاك الجروب باش يعني تتبادلوا تتبادلوا يعني نصائح, ولا اللي تعرف بلاصة في وين تسكن هي يبيعوا المنتوجات هادو تعطيهم يعني الرقم الهاتف ولا وين يكونوا هاد المنتوجات باش تتعاونوا بيناتكم. So please do not hesitate, ما تبخلوش علينا بالمشاركة في الفيسبوك. So الفايدة تاع الفيس جروب باش تنفعوا يعني روحكم وتنفعوا بعضاكم باش تعم الفائدة علينا ان شاء الله. نبداو نصفيو المكونات ديالنا, نبداو نصفيو البيكربونات الصوديوم. نصفو بيكربونات الصوديوم حط الاسنشال اويل, نحط انا زوج هنا تتحكموا كيما تحبوا, انا حطيت 20 يعني 20 قطره من يعني ايتش زيت. وانتم ما تتحكموا في المكون ديالكم, تحبوه سترونغ تحبوه لايت يعني تزيدوا له. هنا ليديز ما تخافوش كي تشوفوا جاكم شغل عجينه, ما تنساوش بلي ما زدناش السيتريك اسيد. السيتريك اسيد نزيدو حتى ندخلو الزيوت كاع في المنتوج ديالنا باش نزيدو السيتريك اسيد. هنا نجيبو السيتريك اسيد نبداو نزيدو فيه شوفوا كيفاش خرجوا, يعني تخرج لكم كلي اون بات ولا عجينه, شوفوا ما تخافوش خاش هذا راح ييبس. انا جبت هاد لو مول ديالي باش يجيني ساهل باش يكوشي, وانتم ما تقدروا تستعملوا يعني اي ماوت تحبوا. يمين الاحسن حاجه اللي تخرجوها هكذا كيما تاع كاين بزاف يعني تاع المعمول ولا هنا طبعوا مليح.
يعني ما شاء الله. شوفوا وحده الريحه، وحده الريحه ما عندي ما نحكي لكم. واو، باش يجيكم سهلين في الخدمه لازم تستعملوا مول اللي تقدروا تعاودوا تخرجوهم كيما هكذا. تاع السيليكون انا ما ننصحش بهم باسكو بزاف الصوت ويقدر يتفسد لكم الشاي، ولا دوروا بيدكم الا حبيتوا تستعملوهم يعني لروحكم برك، تقدروا تخدموا اني شيء بيدكم، ديروهم دي بول هكذا وتحطوهم في الشاور. بصح ولا للبيع لازم تكونوا يعني يكون عندهم شيء بشباب. نخدم المنتوج ديالي ونخليه ينشف ونعاودو نرجعو. In the meantime نقول to the new subscribers welcome to my channel، وان شاء الله يعني channel تاعي تفرحكم، و please share tag يعني شاريوها مع احبابكم مع اصحابكم باش تعم الفائدة و channel تاعي تكبر وزيد نمدلكم ما خير ان شاء الله. يعني هذا الفائدة ديالي والفائدة ديالكم. Also please ما تبخلوش علينا بلايك كومنت، الا خدمتوا هذا المنتوج ما تنساوش تاغيوني on your Instagram so I can put it in my story وانتاغيكم as well.